نروح بقى لأخبارنا ونقول نروح لحضراتكم لأخبارنا. إن الأهلي خلاص حصل على رحمة التدريبات النهاردة في إطار طبعا خطة الجهاز الفني إن هو يخفف الحمل البدني على لاعبي الفريق بسبب ضغط المباريات وتلاحم الموسمين بقى مع بعض. الفريق يمكن كان خاض امبارح تمرين خفيف بعد الفوز على مصر المقاصة ب3 أهداف لهدف يوم الأحد في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، وموسيماني قرر إن الفريق يحصل على راحة من التدريبات النهاردة قبل ما يعود للتمرين بكره، وده طبعا استعدادا لمواجهه غزل المحله اللي هي المفروض هتكون يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله في الجوله الثانيه لبطوله الدوري الممتاز. وزي ما قلنا لحضراتكم انه الفريق هيخوض مباراه غزل المحله يوم الجمعه، تخلص يسافر على طول علشان يواجه سوني داب بطل النايجر في طبعا دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا. مظبوط، بدايه موفقه ان شاء الله للاهلاويه. وخليني اروح مع حضراتكم للجهاز الطبي. انا يمكن قلت لحضراتكم امبارح انه اغلب الظن يعني ان جونيور اجايه مش هيكون موجود مع فرقه النادي الاهلي في كاس العالم، مش هيستطيع اللحاق يعني بمشاركه في كاس العالم للانديه، وده اللي تاكد النهارده المسؤولين في الجهاز الطبي فيما يتعلق باصابه جونيور اجايه. بالمناسبه هي اصابه بقطع في احد اوتار القدم، يعني بيطرحوا فكرتين واللاعب والوكيل الخاص به هيكونوا اصحاب القرار. الفكره الاولى انه يتم علاج الاصابه عن طريق برنامج تاهيل عن طريق العلاج الطبيعي زي ما بيحصل مثلا مع محمد محمود، او انه جونيور يسافر لالمانيا عشان يجري جراحه في الوتر اللي اصيب بقطع. لو حضراتكم تفتكروا كانت اصابته في ماتش الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا، وبالتالي هو اللاعب كده كده غايب لمده 3 شهور. الاهلي في انتظار رد اللاعب ووكيله عشان يحددوا موقفه النهائي. لو وافق على فكره البرنامج التاهيلي عن طريق العلاج الطبيعي هيبتدي فورا، اما لو فضل فكرة السفر فالأهلي هيبتدي ياخد إجراءات استخراج التأشيرة عشان يسافر جونيور لألمانيا. الحقيقة طبعا يعني حضراتكم جونيور من اللعيبة الأساسية مع النادي الأهلي لفترات طويلة جدا، وصاحب بصمات مهمة جدا في مشاوير الأهلي، يعني مش مشوار واحد، مشاوير الأهلي الإفريقية. جونيور كان لاعب مؤثر جدا حتى في نسختين اللي وصلنا فيهم للنهائي ولم يوفق فريق النادي الاهلي في حسم البطوله. السنه دي بيتهيألي كان مستني، يعني اعتقد اي لاعب في النادي الاهلي حتى المنضمين حديثا واللي يمكن ينضموا قبل ما نسافر نلعب في كاس العالم للانديه، فرصه طبعا راحت عليه. نتمنى له طبعا ان هو يكون بالف صحه، ونتمنى يعني محدش عارف زي ما قلت لحضراتكم الاستجابه في الحالات دي يمكن بتفرق، بس عمليه اعتقد انه هيكون من الصعب جدا يشارك في كاس العالم للانديه. طيب نروح بقى للجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكورة برئاسة عمرو الجنايني، واللي استقرت على فتح باب الانتقالات الشتوية بنهاية شهر يناير اللي جاي علشان طبعا الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، وده كان بدل من شهر فبراير. يعني هنا كانت مقرر تكون في فبراير، لا بقت في يناير، وده طبعا بسبب مشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا وبيراميدز والمقاولين في الكونفدرالية، وده اللي أجبر اتحاد الكورة على أن هو يفتح باب القيد بدري. طيب نتمنى طبعا، ده اعتقد هيفرق معانا كتير في كاس العالم وهيفرق معانا في ملف الصفقات النادي الاهلي اللي بعتقد ملف مازال مفتوح حتى اللحظه، ويمكن بنسمع اخبار مستني من يجي الاهلي. انا دايما بصي انا مش يعني انا بتابع طبعا اخبار الصفقات وبشوف وبتفرج على فيديوهات لاسماء كتيره جدا مرشح نادي الاهلي، بس انا بشوف عشان تجيبي محترف ينضم النادي الاهلي لازم يكون لعيب قادر ان هو يصنع بصمه، قادر ان هو يصنع فارق. زي انت عندك فرقه فلافيو زمان مثلا، يعني فلافيو طبعا رغم انه فلافيو اول سيزون بالنسبه له كان كارثي، لكن بعد كده الحقيقه بقى واحد من اهم اللاعبين في الفرقه. جيلبرتو لواحد من اللاعبين المحترفين، علي معلول واحد من اللاعبين اللي قادرين ان هم يعملوا فارق، قادرين ان هم يكونوا اصحاب بصمه. انت مش محتاج نجم، انت محتاج نجم يجي في فرقه نجوم فيكون مؤثر، يكون عنصر اضافه، وده عشان تدخله على السكواد بتاع فرقه الاهلي ده انت محتاج سوبر ستار. وبالتالي ان كان المركز، كان جناح، كان راس حربه، كان باك يمين، كان حارس مرمى، انا ما اعرفش، لكن في جميع الاحوال لابد ان هو يكون لعيب طلقه، يعني لعيب سوبر زي ما بنقول. كورونا بتتوحش الحقيقه في العالم كله، ويمكن الحقيقه يمكن لو مثلا رحنا للدوري الانجليزي، رابطه الدوري الانجليزي كانت بتتكلم على انه تم اكتشاف 6 حالات مصابه بفيروس كورونا في الفرق اللي بتلعب في البريمير ليج، ورابطه قالت يمكن ان احنا ناكد انه في الفتره ما بين 7 و13 ديسمبر تم اجراء اختبارات لحوالي 1600 لاعب وموظف ايضا عشان يتم الكشف على فيروس كورونا، من بينهم كان في 6 حالات جت مسحه بتاعتهم ايجابيه.
وقالت الرابطة كمان انه كل اللاعبين والعاملين في الانديه اللي ثبت اصابتهم هيتم عزلهم او هم هيعزلوا نفسهم لمده 10 ايام. وفي الحاله دي زي ما تعودنا الرابطه طبعا ما بتكشف ما يعني ما بيتمش الكشف عن اسماء المصابين او حتى اسماء الفرق اللي هم بيلعبوا ليها. طيب امتدادا لكلامك برضو، السلطات البريطانية أعلنت أن هي خلاص مش هتسمح بحضور المشجعين لملاعب الفرق اللندنية الستة اللي بتلعب طبعا في الدوري الإنجليزي أو الإي بي إل، بعد ما شهدت أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا زيادة كبيرة جدا في العاصمة البريطانية في الأيام الأخيرة. ويمكن الحكومة البريطانية كمان أمرت باتباع الإرشادات بدءا من يوم الأربع، بعد ما كانت سمحت بحضور 2000 متفرج ومتفرجة للملاعب في كل مباراة في الدوري، زي برضو ما شمل القرار مناطق أخرى في بريطانيا غير لندن، يعني مش لندن بس اللي في القرار ده، عشان تبقى كده 4 فرق في دوري الدرجة الأولى في إنجلترا فقط يسمح ليها بفتح أبواب ملاعبها لألفين متفرج ومتفرجة، وهي إيفرتون وليفربول وبرايتون وساوثهامبتون. ووزير الصحة البريطاني قال إن السلطات اتحركت بسرعة جدا بسبب الارتفاع الحاد اللي حصل في أعداد المصابين في لندن، وقال إن النسب بتتضاعف كل 7 أيام، يعني كل أسبوع النسب بتتضاعف بفيروس كورونا. لندن اتضربت. بص، ما هو برضو يعني أنا كل مرة بنقول إن احنا عايزين الجمهور يرجع الملاعب، أنا ببقى عندي حتة خوف كده إنه ما هو الفيروس لسه ما خلصش يا أحمد، فما ينفعش. لا بس هو طبعا خلينا نقول في شهور الصيف كانت الوتيرة قلت والمعدلات انخفضت بشكل كبير، قلت. لكن احنا ابتداء من شهر من أواخر 11 وبداية 12 رجعنا في العالم كله الحقيقة الأرقام بتتضاعف بشكل رهيب، وأتوقع إن الوضع يستمر يعني على نفس الوتيرة دي لغاية نهاية يناير، ونتمنى طبعا السلامة للجميع. وخدوا بالكم الحقيقه لانه الناس الى حد ما مع تراجع الفيروس ابتدت تطمن وابتدت تنسى ان في فيروس كورونا، ابتدت تتعامل بنفس الطريقه جدا اللي كانت قبل كده، وده الحقيقه منتهى 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 الخطوره. كل واحد بيبقى عنده احساس كده انه بنشوفه بنسمع وحوالينا ومين لكن انا لا، يعني انا مش ممكن تحصل لي، ومن هنا بتكون يعني اصل المشكله.